بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع الشطر الثاني، البلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف. ونذكر اننا بصدد مناقشه الجزء الاول، البلوك دياجرام ريدكشن تكنيك. وهنا نحن بصدد يعني انجاز بعض المسائل والامثله، وهنا نتكلم على الاكزامبل 8 وهو الاكزامبل الاخير في هذا الجزء الاول من الشابتر. In the example 8, the question is usually the same. Simplify the block diagram shown in the following figure, then obtain the closed loop transfer function C over R. هنا يعني عندي هذا السيستم الذي يتكون من ميني سب سيستم، الانبوت R والاوتبوت C أو S. هنا المطلوب هو اختصار هذا النظام وكالكوليت اوتبوت على الانبوت، او بما يسمى الترانسفير فانكشن، ذا كلوزد لوب ترانسفير فانكشن. مثل ما تكلمنا ومثل ما اوصينا في المسائل السابقه، لا بد من استخراج ولا بد من معرفه يعني مفتاح المساله. هنا عندي البيك اوف بوينت، او يمكن اعتبار تو بيك اوف بوينت او تو برانش بوينت. يعني اذا حولناهم بعد الجي 3، نحول هذا هنا ونحول هذا هنا. اذا حولنا بعد الجي 3 لابد الاتش 2 تقسم على الجي 3 والاتش 1 ستقسم على الجي 3. هيصبح عندي يعني هذا يعني first move the two branch point containing اتش 1 and اتش 2 containing اتش 1 and اتش 2 after the block جي 3 بعد البلوك جي 3 then eliminate the feedback. يعني يصبح عندي هذا البلوك فيدباك، يمكن نسمي هذا A. هذا البلوك هو بكل بساطة هو A over A1 plus A time H2 على G3. Sorry. ثم هذا البلوك A هو بكل بساطة سيريز مع الG1. يعني يصبح ممكن نسمي هذا البلوك يعني نسميه مثلا B. يعني في النهاية أصبح عندي B سيريز مع الجي 1، والبي هو A على 1 زائد A تايم H2 على جي 3. طيب عندي B مع الجي 1 هي سيريز، وكلهم عندهم فيدباك مع الـ H1 over G3. ففي النهاية يصبح يعني هذا البلوك B الذي هو يعني كما رأينا في المسألة السابقة هو B سيريز مع الجي 1، هذا يعني B سيريز مع الجي 1 تايم جي 1، والبي هو بكل بساطة البي هو A، يعني البي هو A على 1 زائد A تايم H2 على جي 3، يعني هذا B تايم جي 1 فيدباك مع ال H1 over G3. يعني يمكن نسمي هذا البلوك كله برمته، اقدر اسميه مثلا ذا بلوك دي، والدي يساوي هذا القيمه مثلا نسميها اكس، اكس تقسيم 1 زائد اكس تايم اتش 1 على جي 3. يعني استعملنا فقط يعني القوانين والاليات التي تكلمنا عنها منذ بدايه هذا الشابتر، الفيدباك، السيريز، البارلل الى اخره. إذا عوضنا الدي بقيمتها والاكس بقيمتها والاي بقيمتها والبي بقيمتها إلى آخره، هذا إذا استعملنا يعني بعض الرموز، إذا يعني عوضنا هذه الرموز بكل يعني كل 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 رمز بقيمته، أتحصل على closed loop transfer function ونسميها CLTF، يعني هي اختصار لكلمة closed loop transfer function equal to or can be given by this equation. إلى هذا الحد يعني ننتهي من الجزء الأول في هذا الشابتر الثاني، والذي يتكلم على how to reduce and how to simplify the block diagram reduction and يعني given a very simple block. And we will discuss إن شاء الله in the next section on this chapter the signal flow graph أو بما يسمى يعني قانون ميسون. يعني الجزء الثاني من هذا الشابتر سنتكلم فيه على السيجنال فلو جراف.
سيجنال فلو جراف، ويرتكز اساسا هذا الجزء على قانون ميسون. We will discuss inshallah in the next slides. Thank you very much for your attention.